وسام كبهة. أهلا بك وسام. صورة الوضع حيث تتواجد آخر البيانات التابعة للجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى استمرار التحركات هناك، تفضل. يعني لورين، حتى هذه اللحظة نحن متواجدون يعني من بعد 4 كيلومترات عن منطقة بيت لاهيا وبيت حانون. نلاحظ يعني العديد من قبل قليل كانت العديد من الطائرات الإسرائيلية تلقي بالقنابل الضوئية، وهذا ما يدل على استمرار المعارك البرية على أرض الميدان بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة هناك أنباء تشير إلى العديد من الاشتباكات في حي التفاح شمال مدينة غزة، حيث هناك تعتبر يعني وتسمع حتى الأسلحة الرشاشة وأصوات الرصاص حتى هنا، والمصادر تشير إلى العديد من الاشتباكات هناك بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وأيضا حتى هذه اللحظة توغل كبير للجيش الإسرائيلي من ناحية عدد عسكري وكميات كبيرة من الجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس. هذا من جهة أخرى. ومن جهة طبعا ثانية، الجيش الإسرائيلي ما زال يعلن حتى هذه اللحظة عن سقوط جندي له في آخر 24 ساعة في هذه المعارك، وأيضا يعلن عن إصابة 5 جنود، أبرزهم كان حتى يعني ضابط، منهم 4 بإصابات خطيرة جدا. تجدر الإشارة أن في مستشفى سوروكا والعديد من مستشفيات المدن القريبة من غلاف غزة تستقبل العديد، ما يقارب يعني في سوروكا وحدها هناك ما يقارب أكثر من 2000 مصاب منذ بداية العملية البرية من الجنود الإسرائيليين في هذه المعركة. ونتحدث ونشاهد يعني في مجرى هذا اليوم العديد من الطيارات الإسرائيلية المروحية التي تقوم بنقل المصابين من منطقة، خاصة منطقة خان يونس، حيث هناك الاشتباكات ضارية وحامية الوطيس، إلى المستشفيات الإسرائيلية. يعني بشكل آخر لورين، اليوم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت أجرى يعني تقييم للموقف وزار بلدة دوروت، وهي أحد البلدات التي تعرضت لهجوم 7 أكتوبر، وصرح وقال بأن الحكومة الإسرائيلية وخاصة الكابينات المصغر ما زال يتجهز بعودة ما يقارب العديد من سكان غلاف غزة الذين يبعدون 7 أو 8 كيلومترات عن الحدود، وهو ما أثار حفيظة وغضب السكان هنا في هذه المنطقة. السكان رافضون قطعا باتا أن يعودوا إلى منطقة غلاف غزة طالما كان هناك تهديد من الفصائل الفلسطينية، وبالتحديد ما صار هناك تهديد لأي الصواريخ والرشقات الصاروخية التي تطلق من قطاع غزة إلى هنا. الحكومة تتحدث عن عودتهم تدريجيا وحتى أن تعطيهم مكافأة مالية، وهو ما يعني يثير سخط هؤلاء السكان، ويقولون أنهم مستعدون لورين حتى أن يقوموا باحتجاجات التي قد تعرقل مجرى الحكومة، وتعرقل ليس فقط احتجاجات عائلات المختطفين، وإنما أيضا ستكون أيضا لتعرقل مجريات الجنود الذين يعني يخوضون المعارك خلفي في قطاع غزة. اللافت أيضا نتحدث عن هدوء نسبي منذ يعني صبيحة بالأمس، من 12 ليلا عندما كان رأس السنة الجديد وقدوم العام الجديد، يعني أطلقت رشقات صاروخية كثيرة ما يقارب 30 صاروخ لمنطقة تل أبيب وسط البلاد. وحتى هذه اللحظة لورين، يعني لليوم 87 يشهد هدوء نسبي بعدم إطلاق أي رشقات صاروخية لأي منطقة من مناطق غلاف غزة ولا حتى المدن الكبرى في إسرائيل، وهذا ما يثير يعني ربما هذا الهدوء النسبي الحذر، هل هو انتظار ما سيكون هناك أعظم أم بالفعل باتت تنفذ الذخيرة لدى الفصائل الفلسطينية؟ لا أحد يعلم. بالإنارة إن كنت نرى، سأحاول أن أبتعد قليلا لتشاهدي هذه. نعم، هذا نحن هنا الآن أمام بيت لاهيا لورين، من يسارك حيث أنت تنظرين هناك تقع أيضا حي الشجاعية وجباليا، هناك أيضا هناك اشتباكات. لورين، اللافت في هذه الأثناء، نحن نتحدث عن 87 يوم ما زال القتال مستمر في هذه المنطقة، وما زالت القنابل الضوئية تطلق بكثافة في هذه المنطقة، وهذا ما يدل على أن الاشتباكات ما زالت مستمرة، وأن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تقم بوسط سيطرتها الكاملة على منطقة شمال القطاع. نعم، من أشارة الفاصل مع قطاع غزة مراسلنا وسام كبهة، شكرا جزيلا لك وسام على نقل الصورة.